إذا نتكلموا على وش راهي يداول في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا بريء من الأمر هذا، ما فهمتش حتى الآن، مانيش فاهم قصد التدمينة هذه، وين تفاجأت بها وتفاجأت بما صدر في بعض صفحات في تور. نظن في أيمن زروق إذا أنت تروح تكتب في خانة البحث في الفيسبوك على أيمن زروق راح تلقى آلاف من أيمن زروق، إذا تبحث على عرس الرضا راح تلقى آلاف من عرس الرضا. يعني فو بروفيل اللي هبط التدوينة هذيك، فو بروفيل مش البروفيل الشخصي متاعك. طبعا تي أيمن، بالنسبة للنادي الإفريقي ربما إذا كان كاين مناصر واحد في الجزائر للنادي الإفريقي نظن هو عرس الرضا، وما قدمه للنادي الإفريقي من تسهيلات ومن من من أمور في قضية ما يسمى بقضية شنيعية. أنا مانيش رئيس مولودية العلمة حاليا، منذ عام ونص تقريبا أنا خارج التسيير في نادي مولودية العلمة. يعني أنا نشك اللي كتب التدوينة تونسي، أنا فان تاع الكلاب أفريكا، أنا شجعت اللاعبين هذو بن عيادة خصوصا لأنهم ينضموا للنادي الإفريقي، وقبلهم جبت بنفسي بالخيزر. أنا نتمنى للنادي الإفريقي كل النجاح، ونتمنى تعاود ترجع الأمور النصابها ما بيناتنا في الحدود، وراح نكون حاضر في مقابلة ولا اثنين تاع النادي الإفريقي.